الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة عن قيادة الأزمة، وهو أحد الموضوعات الهامة في المدخل النفسي لدراسة الأزمات. هنتناوله من حيث مفهوم الإدارة والقيادة، نواحي الاتفاق والاختلاف بينهما، مصادر القوة والتأثير ونفوذ القيادي، مهام قيادة الأزمة، مفهوم النمط والعوامل المؤثرة في اختيار النمط القيادي الملائم، بعض النماذج المتعلقة بالأنماط القيادية، العلاقة بين النمط القيادي والاستعداد للأزمة ومواجهتها، الأساليب الإدارية التي يتبعها القائد في التعامل مع الأزمة. أولاً، مفهوم الإدارة والقيادة. مفهوم الإدارة هو عملية اجتماعية مستمرة تعمل على استغلال الموارد البشرية والمادية والفنية المتاحة عن طريق التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة للوصول إلى هدف محدد، والمدير هو الشخص الذي يمارس وظائف الإدارة. أما مفهوم القيادة فهو القدرة على التأثير والتحفيز وتمكين التابعين من المساهمة في تحقيق التميز. ثانياً، نواحي الاتفاق والاختلاف. يتفق المدير والقائد في أن كل منهما يعمل على تحديد المطلوب منه، ما الذي يجب عمله، خلق المناخ التنظيم المناسب، متابعة وتقييم الأداء طبقاً للأسس والقواعد الموجودة. يختلف المدير والقائد في الأمور التالية. نواحي الاختلاف بتتمثل في أن المدير بيعتمد على التخطيط والارتباط بالفترات الزمنية المحددة والاتجاه لتقليل عنصر المخاطرة لأقصى درجة والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة أكثر من الصورة الكلية والاهتمام بالتخصص واللوائح والتشريعات. أما القائد أو القيادة فبتعتمد على التكامل والتوجيه والالتزام والدفع والتحفيز عن طريق خلق جو من المفاجآت المستمرة التي تساعد على تفجير الطاقات الكامنة لدى الأفراد. برغم من الخلاف بين القيادة والإدارة فإنهما يكملان بعضهما، فالأزمة تحتاج إلى التحرر من القيود والنظم الجامدة والانطلاق إلى الأمام للسيطرة على تطور الأزمة. لذلك لابد من تحويل المديرين إلى قادة، ويتطلب ذلك القيام بتدريب تطويري لتنمية مهارات المديرين والوصول بهم إلى مستوى العالمية. تتمثل أهم المهارات التي يجب التحول إليها ما يلي: مهارات الرؤية العالمية للمتغيرات الاقتصادية والفنية والإدارة التنافسية وطبيعة الأسواق، مهارات اجتماعية قائمة على القدرة على التعامل مع الآخرين والتعرف على آرائهم وقناعاتهم وتطلعاتهم، مهارة التفكير الابتكاري بما يحمله من قدرة على تحديد المشكلة ورؤية الأزمة بشكل شمولي ومعرفة أسبابها، والتفكير العقلاني في البدائل المحتملة والبرامج بالمحاكاة والسيناريوهات المستقبلية، مهارات الحساسية والمرونة لحضارات وثقافات العملاء في الدول المختلفة، مهارات إحداث التغيير المستمر بهدف التأقلم مع المتغيرات، المهارات الفنية المختلفة والمتخصصة، الإدارة بفرق العمل وروح التفاوض، إدارة المخاطر وعدم التأكد والتعامل مع ضغوط العمل، القدرة على التحفيز بأساليب مختلفة تبعا لاختلاف الأفراد. ثالثاً، مصادر القوة والتأثير والنفوذ القيادي. يتمثل جوهر العملية القيادية في التأثير الذي يمارسه القائد على الآخرين، وتتعدد مجالات التأثير والنفوذ القيادي، ومنها السلطة الرسمية التنظيمية، النفوذ المستمد من السيطرة على المعلومات، سلطة منح المكافآت، النفوذ القائم على الخبرة، القدرة على توقيع العقاب أو التهديد باستخدامه، مشاركة الآخرين، النفوذ الشخصي المستمد من المهارات والسمات الشخصية للقائد وقدرته على التأثير على مشاعر الأفراد وسلوكهم. ملحوظة: تلعب ظروف الموقف دوراً هاماً في تحديد مصادر القوة والتأثير التي يمكن أن يستخدمها القائد حتى يمكن أن يكون له تأثيراً قيادياً فعالاً. رابعاً، مهام قيادة الأزمة. يعد حسن اختيار القائد الذي يقود فريق الأزمة أحد المقومات الأساسية في نجاح مهمة الفريق، إذ يقع عليه عبء القيام بالمهام التالية: اختيار الاتجاه بالمشاركة مع الآخرين، تحفيز ودفع الأفراد للمشاركة، حشد الطاقات الكافية لأداء أعمال غير روتينية، مراعاة المدى الزمني المتاح للقضاء على الأزمة أو وقف تصاعدها، التركيز على الموارد المتاحة التي يمكن استخدامها في إدارة الأزمة، اختيار الأفراد المدربين والمؤهلين الراغبين في التصدي للأزمة. خامساً، مفهوم النمط والعوامل المؤثرة في اختيار النمط القيادي الملائم. بنعرف النمط بأنه سلوك متكرر مدرك من الآخرين، ونعرفه أيضا بأنه جملة العادات والممارسات التي تصدر عن القائد في ممارساته القيادية بالتركيز على العمل أو العلاقات الإنسانية
أو كليهما بدرجة عالية أو بدرجة متوسطة أو انخفاض التركيز على العمل والعلاقات الإنسانية معا. ملحوظة: لكل واحد منا نمط غالب وأنماط أخرى احتياطية. لو تطرقنا إلى العوامل التي تؤثر في اختيار نمط القيادة الملائم، نجد أن هناك نموذج وضعه فروم وجاجو للعوامل التي تؤثر في اختيار النمط القيادي الملائم للقيادة، بيتمثل في طبيعة القرار وتتعلق بالجانب الاستراتيجي للقرار، أهمية الوقت والتكلفة والسرعة والجودة المرتبطة بالقرار، جدارة الفريق أو التابعين، أهمية الالتزام بتنفيذ القرار من جانب التابعين، خبرة القائد، مدى ثقة المرؤوسين أو فريق العمل في القائد، ثقة القائد في التابعين. سادسا، بعض النماذج المتعلقة بالأنماط القيادية. عندنا عدة نماذج وردت في من خلال أدبيات الإدارة، وأيضا اتكلم عنها علم النفس الإداري. فنجد أن هناك نموذج رينسيس ليكارت، نموذج فيدلر، نموذج الشبكة الإدارية لبليك وموتون، نموذج ويليام ريدن، القيادة التحويلية، القيادة التبادلية، القيادة الخادمة، القيادة الملهمة، القيادة الأخلاقية. النقطة اللي بعد كده بتكلمنا عن العلاقة بين النمط القيادي والاستعداد للأزمة ومواجهتها. ناخد من النماذج ديت نموذج الشبكة الإدارية لبلاك وموتون. نجد أن بلاك وموتون اهتم بخمس أنماط قيادية رئيسية لإيضاح كل من البعدين: الاهتمام بالعمل أو الاهتمام بالأفراد، وتقع هذه الأنماط الخمسة في زوايا مصفوفة إدارية وفي وسطها كما يوضحها الشكل التالي. النمط 1-1 بيمثل القائد السلبي، وده لا يهتم بالعمل أو بالأفراد، وفي ظل هذا النمط لا يمكن إنجاز العمل بشكل جيد، وتتصف الاتصالات بين الأفراد بأنها ضعيفة، لذلك من الصعب إقامة علاقات طيبة وناجحة بينهم وبين القائد. إن عدم اهتمامه بالعمل والعاملين مؤشر على عدم اكتراثه وتجاهله لإشارات وإنذارات الأزمة، مما يجعل قدرته ضعيفة في التعامل مع الأزمة وإدارتها، سواء في الإعداد المسبق لمنع حدوثها أو في التخفيف من آثارها ومواجهتها. النمط 9-1 ده القائد العملي أو المهتم بالعمل، بيطلق عليه النمط الدكتاتوري، وهو بيركز الاهتمام على العمل وإنجازه عند أقصى الدرجات، ويكون اهتمام بالعاملين عند حده الأدنى، وهذا النمط يحدد بدقة واجبات وسلطات كل فرد، أما المسؤولية فهي مسؤوليته بالكاملة عن نتائج تنفيذ العمل وصنع القرار، ويعتمد على الاتصالات الرسمية الخاصة بالعمل فقط. فعلى الرغم من أن هذا النمط بيركز على إنجاز العمل والإعداد المسبق ومحاولة القضاء على الأزمة، إلا أن عدم اهتمام بالأفراد بإنشاء فريق إدارة الأزمات سيقلل احتمال نجاحه في الحصول على المعلومات المطلوبة لإعداد الإجراءات الوقائية ووضع الخطط ورسم سيناريوهات الاستعداد والمواجهة. النمط 1-9 ده القائد الاجتماعي، وهو يهتم بالأفراد أكثر من اهتمامه بالعمل، ويسعى لبناء علاقات اجتماعية وصداقة معهم، ويترك صنع القرار واتخاذه لهم. فهو يعتقد أن الأفراد في هذه الحالة ينجزون العمل بكفاءة وفعالية، وتكون الاتصالات لديه مفتوحة في الاتجاهات التي لا تتعلق بالعمل. وعلى عكس نمط القائد العملي، فإن اهتمامه بالأفراد فقط دون إنجاز العمل المطلوب سيضعف من قدرته على الاستعداد للأزمة ومواجهتها. النمط 5-5 نمط القائد الوسط، ده بيهتم بالتوازن بين إشباع حاجات الأفراد وتحقيق أهداف العمل، وبيشارك الأفراد في وضع الخطط والأهداف وفي صنع ومناقشة القرار، محاولا كسب ثقتهم ومودتهم، وبالتالي إنجاز العمل بهدف هذا القائد في الأوقات العادية إلى يهدف هذا القائد في الأوقات العادية إلى تحقيق الشعبية، وهو ينفذ ما تقره الأغلبية ويخشى من فقد مكانته وشعبيته. يحس في الأزمات بنبض الأغلبية، ويختار البدائل التي تواجه أقل مقاومة لدى أكبر وأقوى القطاعات، ومن ثم يستطلع الآراء بشكل غير مباشر، ويعرف اتجاه الرياح، ويعتمد على اللجان بشكل صوري لإعطاء إحساس بالديمقراطية، ويناقش الأقوياء أصحاب النفوذ سواء كانوا فرادي أو جماعات، وعندما يكون الزمن المتاح قليلا يأخذ برأي أهل الثقة، وفي مرحلة التنفيذ يطيل أمد التنفيذ ويؤجل إعطاء الأدوية المرة التي يفضل أن تكون بجرعات صغيرة
إنه يحب التغيير السلمي بغير صراع. النمط 9-9، القائد المثالي أو قائد الفريق، بيركز اهتمامه على الأفراد والعمل معا، ويحرص على تكوين فرق عمل مترابطة تشترك في وضع الخطط واتخاذ القرارات، والاتصالات لديه مفتوحة ومستمرة بين جميع الأفراد. هذا النمط يساعد في الاستعداد للأزمة ومواجهتها من خلال الاهتمام بالعمل، أي الاهتمام بتحقيق الهدف، وهو منع حدوث الأزمة ومواجهتها والتخفيف منها من خلال إنشاء نظم إنذار مبكر، اتخاذ إجراءات وقائية، وضع الخطط، وكذلك من خلال الاهتمام بالأفراد ومشاركتهم خطط الوقاية والمواجهة وتدريبهم على إجراء الطوارئ إلى غير ذلك من النمط الثاني اللي هو القيادة التحويلية. أوضحت نظرية القيادة التحويلية خصائص نمط القيادة التحويلية كما يتبين الجدول التالي. أولا، بالنسبة للرؤية المستقبلية، لدى القائد رؤية مستقبلية محفزة للجميع، يشجع الأفراد لتبني هذه الرؤية والالتزام وقبول التكلفة المصاحبة. لديه رسالة واضحة يسعى لتوصيلها إلى كل أعضاء البيئة المتصلة بالمنظمة وتحقيق فهمهم لها. بالنسبة للخاصية الثانية من خصائص القائد التحويلي هي القدرة الإلهامية، فلديه القدرة الإلهامية للتأثير في المحيطين به، ولديه سلوك وممارسات أخلاقية تتسم بالثقة في النفس والثقة في الآخرين والصدق والشفافية، ويتمتع بقدر كبير من الذكاء الوجداني. بالنسبة للخاصية الثالثة للقائد التحويلي، قيادة التغيير، لديه القدرة على خلق التغيير وإقناع الأفراد والجماعات بالحاجة للتغيير ومشاركة العاملين في تخطيط التغيير وتنفيذه، وإتاحة الفرصة للأفراد للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم. أيضا بيدرك إن التغيير يواجه مقاومة تتطلب وضع الخطة المختلفة، الاهتمام بالجانب الإنساني والتخفيض من مقاومة التغيير. الخاصية الرابعة الاتصالات، دي مقتضاها بيهتم القائد التحويلي بتنمية شبكة من الاتصالات مع كافة أعضاء البيئة المحيطة بالمنظمة الداخلية والخارجية. بيعمل على إحداث تناغم سلوكيات القائد مع الأفعال والأقوال، النظر لرأس المال البشري على إنه مصدر أساسي للميزة التنافسية، تعزيز الابتكار والإبداع، والنظر إلى العاملين على إنهم مصدر للأفكار الجديدة، إتاحة الفرصة للتعليم والتدريب، الرقي مستوى حاجات الأفراد والاهتمام بحاجات الإنجاز والنمو، تمكين العاملين وإتاحة الفرصة لهم للمساحة في صنع القرار. أخيرا، بالنسبة للخاصية بعد كده، ثقافة المنظمة، بيعمل على تطوير ثقافة المنظمة وتطوير نظام القيم والاتجاهات لتعبئة الالتزام بالرؤية الجديدة وجعلها متناغمة مع ثقافة المنظمة. مثل هذا النمط عندما يتعامل مع الأزمة، فنجد أنه بيظهر في أوقات النمو والتغيير وكذلك في الأزمات، ويحقق عن طريق الإبداع وروح المخاطرة نتائج غير عادية، إذ ينظر إلى الأزمة على أنها فرصة لتحسين الأحوال، ويتبنى القائد أساليب إدارية مرنة تمكنه من التكيف والتأقلم مع المتغيرات والمستجدات التي تطرحها الأزمة عند حدوثها. فيعمل على إيجاد بيئة إدارية صحية تقوم على التعاون والمشاركة بين جميع المستويات الإدارية ووضع الإجراءات الوقائية. سابعاً، الأساليب الإدارية التي يتبعها القائد في التعامل مع الأزمة. الأساليب التقليدية للتعامل مع الأزمة بتتمثل في عندنا أسلوب النعامة، إنكار الأزمة، كبت الأزمة، القفز فوق الأزمة. أسلوب النعامة ده بياخد عدة أشكال، من الهروب مباشر لهروب غير مباشر، من التنصل من المسؤولية إلى التركيز على جانب آخر إلى عملية الإسقاط. أما إنكار الأزمة فالمقصود به التعتيم الإعلامي، كبت الأزمة عن طريق تأجيل ظهور الأزمة، القفز فوق الأزمة من خلال التظاهر بالسيطرة عليها. إنكار الأزمة بيطلق على هذه الطريقة التعتيم الإعلامي للأزمة، وتستخدم في ظل قيادة ديكتاتورية شديدة التسلط ترفض أي اعتراف بوجود خلل. كبت الأزمة بيطلق عليها تأجيل ظهور الأزمة، ويهدف إلى تدميرها عن طريق القضاء أولا بأول على كل البراعم الوليدة. القفز فوق الأزمة بيركز الأسلوب على التظاهر بالإهتمام بأنه قد تم السيطرة على الأزمة،
عن طريق مع التعامل مع الجوانب المألوفة من خلال خبرته في التعامل معها. ويعتقد القائد أنه قد تم السيطرة على الأزمة في حين أنها تستعد للظهور مرة أخرى ويكون تأثيرها أكثر قوة. المجموعة الثانية من الأساليب هي الأساليب العلمية المتقدمة للتعامل مع الأزمات. ففشل معالجة الأزمة قد يرجع إلى فشل الأخذ بعناصر العملية الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة. فزي ما احنا عارفين ان التخطيط بيعرف بانه التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل والاستعداد له، فبيتطلب اعداد فريق التخطيط لمواجهة الازمة، تشخيص الازمة وتقييم مخاطرها، تحديد الهدف. التنظيم بيضم تحديد الطرق المحددة للاتصال، الشكل الذي يكفل للسلطة السيطرة على الاحداث، رسم الهيكل التنظيمي لادارة الازمات، للانشطة، للافراد، للعلاقات، لخطوط السلطة، لقنوات الاتصال. أما نشاط أو وظيفة التوجيه فبتتمثل في الإشراف المستمر على مسيرة الأزمة والتأكيد على الأسلوب الأمثل لأداء العمل، وبيتطلب التوجيه وصف العمل والهدف منه والسلطة المفوضة. العنصر الرابع من عناصر العملية الإدارية هو المتابعة. التدخل في الأزمة ومواجهتها ليست الخطوة النهائية في القضاء على الأزمة، ولابد من متابعتها ومتابعة آثارها للحيلولة دون حدوثها مرة أخرى. وهناك أساليب إدارية تساعد القائد في التعامل مع الأزمة، منها الاستعداد والحضور الدائم والتواجد المستمر في مواقع الأحداث. بالنسبة للاستعداد والحضور الدائم والتواجد في مواقع الأحداث، بيساعد على فهم أسباب نشوء الأزمة وأبعادها، ويعطي لفريق إدارة الأزمة الثقة والقدرة على المواجهة والمجابهة. بالنسبة للتواجد المستمر في مواقع الأحداث، بيساعد التواجد المستمر في مواقع الأحداث على توفير المعلومات الضرورية للأزمة لمتخذ القرار حتى يكون على بينة كاملة من تطورات الأحداث. وهذا التواجد بياخد شكلين، التواجد السري في مواقع الأحداث والتواجد العلني في مواقع الأحداث. بالنسبة للتواجد السري، بيتم زرع عدد من العناصر الماهرة للحصول على البيانات والمعلومات المهمة عن الأزمة. أما بالنسبة للتواجد العلني في مواقع الأحداث، فده بيحدث عندما تكون الأزمة ذات طبيعة تدميرية، فعدم مواجهتها قد يؤدي إلى انفلات زمام الأمور ونتائج غير محسوبة. وبكده بنكون ألقينا الضوء على أهم النقاط التي تناولها موضوع قيادة الأزمة وعلاقته بالتعامل مع الأزمات المختلفة.